موجودين علشان نقدر نحن نتكلم مع الأطلق عليه مجازا فتاة البي بي سي. ايه الحكاية؟ ايه الموضوع؟ هنسيب الناس اللي هي مسؤولة عن الموضوع ده او هم ابطال هذا الحدث هم يتكلموا، ونحاول نسأل الاسئلة اللي في دماغ حضراتكم، يعني اي حاجة في دماغ حضراتكم هنقدر ان احنا نتكلم فيها ونسألها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ انا اسمي زبيدة ابراهيم احمد يونس، عندي 25 سنة، ساكنة في فيصل. ساكنة فين؟ في فيصل. علي صوتك بس عشان الناس كلها، مصر كلها دلوقتي بتتفرج عليك، فالناس كلها عايزة تسمعك. ساكنة في فيصل. طيب زبيدة، انت سمعتي الناس بتتكلم عليكي من كام يوم؟ يعني سمعتي في حد بيقول حاجة انت لك علاقة بأي حاجة الايام اللي فاتت دي؟ ما سمعتش بصراحة. ما سمعتيش ان والدتك طلعت في فيديو في البي بي سي او كده؟ ما حدش قالك؟ لا خالص. ما فيش حد قالك انه في مشكلة في اي حاجة في اي موضوع؟ ما حدش قال لي حاجة. ما تعرفيش والدتك قالت ايه خالص؟ لا. انت اخر مرة شفتي والدتك امتى؟ حوالي تقريبا بقالي داخلة في سنة اهو. سنة ما شفتيش والدتك؟ يعني احنا في ايه، في فبراير؟ من فبراير اللي فات مثلا؟ من شهر 3 اللي فات. من مارس اللي فات؟ ما شفتيش والدتك خالص؟ لا. ولا كلمتيها في التليفون خالص؟ خالص. طب ممكن تشرحي للناس انت ليه بقالك سنة ما بتكلميش والدتك؟ انا اتجوزت وقاعدة في بيتي مع جوزي وابني، ما بكلمهاش. انت بقالك سنة متجوزة؟ نعم. فين؟ ساكنة فين؟ معلش انا اسألك اسئلة تبدو يعني قاعدة بسيطة. قاعدة في فيصل. قاعدة في فيصل؟ فين في فيصل؟ في شارع المنشية. في شارع المنشية. طيب فانت بقالك سنة متجوزة وما بتكلميش والدتك؟ لا. طب انت عارفة ان والدتك بتقول ان انت بقالك سنة مختفية مش موجودة، مخطوفة، ما بتتابعش اخبار ولا لما تتابعي؟ ما عرفتيش؟ لا خالص. خالص. طيب وهي ليه انت ما بتكلميهاش؟ يعني ليه، ايه الفكرة انك لما تتجوزي ما تكلميهاش؟ اكيد تفرح لك، يعني كل ام بتفرح ان بنتها تتجوز. ظروف منعاني ان انا اكلمها. ظروف. انما انت طول السنة ديت بتنزلي سوق فيصل وترجعي من فيصل وعايشة حياتك، لا كنت في سجن ولا في حد مضايقك ولا اي حاجة؟ لا. مين ده؟ ابني. ابنك؟ يعني انت الفترة اللي فاتت دي عنده كم سنة او عنده قد ايه ابنك؟ 15 يوم. يعني انت مخلفة من 15 يوم والفترة اللي فاتت دي كنت حامل؟ لا. فده معناه ان انت لا كنت في سجن ولا بكل، انت مخلفة طفلة اهو. ابنك اسمه ايه؟ حمزه. حمزه. ممكن اسالك شويه اسئله بسيطه ممكن بس يعني تستحمليني فيها؟ اتفضل. والدتك كانت قالت في الحوار بتاعها اللي في البي بي سي انه تم القبض عليكي لمده 4 شهور او 5 شهور، ده صحيح؟ لا. قبل السنه؟ لا. انت ما اتقبضش عليكي خالص؟ هي مره واحده كنت انا ووالدتي. مره واحده هي قالت كده؟ كان مظاهره. دي كانت مظاهرة ايه؟ كنا في عبد المنعم رياض. بتعملوا ايه في عبد المنعم رياض؟ ما تخافيش، انا عايزك تقولي كل حاجة وتتكلمي، ما تخافيش من اي حاجة. كنا نازلين نشارك مع الناس اللي نازل. ايه كان في ايه في عبد المنعم رياض وقتها؟ مش فاكرة والله، بس هي كانت مظاهرات يعني. ايوه مظاهرات مع مين او ضد مين؟ تهيألي كان ساعة الدستور. ضد الدستور؟ ساعة الدستور. ساعة الدستور. فدي مظاهرات كانت انتوا مع الاخوان ولا ضد الاخوان؟ بصراحة كنا مع الاخوان. انت والدتك كنتوا مع الاخوان، مش عيب، انتوا احرار يعني، دي حاجة. فانتوا اتقبض عليكم في الوقت ده في المظاهرات اللي كانت مع الاخوان. نعم. اما نزلتوا عبد المنعم رياض. طيب اما اتقبض عليكي رحتي فين؟ سجن القناطر. سجن القناطر. اسئلتي محددة ومباشرة. هل في السجن في اي حد عذبك؟ لا. هل في السجن في اي حد عذبك؟ هل في السجن حاشا وكلا يعني في اي حد تعرض لك باي شيء يسيء ليكي؟ لا. ما حصلش خالص ان حد كهربك؟ لا. انت قضيتي الاربع شهور بتوع السجن عادي جدا؟ قضيتهم انا ووالدتي. طب هل في اي حد عذب والدتك؟
ما شفتهاش والله، ما كانتش معاه. انت ما كانتش معاكي. طب بعد الاربع شهور اما خرجتي حصل ايه؟ ما انت كنت حصلش، مع والدتك في السجن وبعدين خرجت وحصل ايه؟ ما حصلش حاجة، مارسنا حياتنا الطبيعية. واتجوزتي؟ لا ما لسه متجوزة من بقالي سنة يعني. ايوه، يعني اقصد بعد ما خرجتي من السجن اتجوزتي. انت ما اتجوزتيش قبل السجن، بعد السجن. طيب لاسباب انت والدتك متضايقه منك او متخانقه معاكي، فما ما بتكلموش بعض. ما حاولتيش مره تديها تليفون تقولي لها يا والدتي انا عايشه، لان الست قلب عليك الدنيا وبتقول ان انت اتخطفتي وبتتعذبي في السجن. لا طب ليه ما بعتلهاش حتى مسج او مرسال؟ ما كانش ينفع، ما كانش ينفع. دي ايه؟ دي صورة العقد بتاع جوازي. دي قسيمة جوازكو مش كده؟ فده زواج مشهر معلن موثق محترم عادي. انما والدتك تعرف انك متجوزه ولا ما تعرفش؟ لا ما تعرفش. والدتك كمان ما تعرفش انك متجوزه. طيب مساء الخير يا فندم، تعرفنا بحضرتك. سعيد عبد العظيم. اهلا استاذ سعيد. استاذ سعيد، انت تعرفت على الاخت زبيده بعد ما خرجت من السجن واتجوزته. ايه تفسيرك ان امها طالعه في احدى المحطات؟ طب انت عرفت ان امها بتتكلم بتدور عليها خالص؟ طب ايه تفسيرك لده؟ يعني ايه تفسيرك ان امها بتدور عليه؟ يعني يا بنتها مش موجوده وهي بتدور عليه. انما طول السنه اللي فاتت دي حضرتك لا انت ولا هي دخلت السجن او رحت اسم او لا اي لا. حد؟ لا. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا موظف. موظف. طب الشقه اللي انتوا قاعدين فيها دي ايجار ولا تمليك ولا لا فين؟ لا تمليك، بيتنا. العماره بتاعتكم؟ اه. بسم الله ما شاء الله، يعني انتوا عندكم عماره بحالها. معلش انا اسف في السؤال وانت حر طبعا. انت بتضحكي انه بيتكم. طب ما انت بتضحكي اهو، ما انت لو متعذبه وكده مش هتضحكي معانا يعني. اللي متعذبين دول بيبقوا متاثرين قوي يعني. لا مش متعذبه. لا قربي المايك. بقول لك مش متعذبه. طب انت انا هرجع لحضرتك، انت مش حاسه بدي ان امك بتدور عليكي ومش لاقياكي يعني اكيد دلوقتي هي لما هتشوفنا هتعرف انت فين؟ لا. هل وارد انك تتصلي بيها وتكلميها؟ هي مش هتكلم للدرجه دي؟ هي امك اخوانجيه يعني من الاخوان؟ لا هي بتشارك بس، لكن هي متعاطفه يعني. اه. هل حضرتك اخوانجي خالص ولا في اي تعاطف؟ من حقك انت حر يعني. انا كنت في الحزب. انهي حزب؟ الحريه والعداله اللي هو بتاع الاخوان. اه. فانت من المتعاطفين يعني مع الاخوان. طب هل في اي حد السنه اللي فاتت وانتم متجوزين دي قبض عليكم وحقق معاكم وعذبكم اي شيء؟ لا لا ما حصلش خالص خالص. طب انت تفسيرك ايه للدوشه اللي معموله دي؟ انه البنت ان امها بتقول ان هي اتخطفت وتعذبت وانها مش موجوده؟ يعني مفيش تفسير. انا ما الولد اسمه ايه؟ حمزه. حمزه. ومعنى ان حمزه موجود معناه انه المدام موجوده والحياه منتظمه وحمل وولاده وعادي جدا مفيش حاجه. طب هو لما جالك البوليس عملوك ازاي؟ لما جم دلوقتي طلبوك، هل في حد، ارجوك ما تخافش قول لي الحقيقه، هل في حد غصبك؟ هل في حد بهدلك؟ هل في حد عملك لا حاجه؟ لا طبعا. البوليس المصري؟ ايوه. ما عملولكش حاجه؟ لا طبعا. يا زبيدة امسك المايك لو سمحت. هل في أي حد قال لك قولي حاجة وما تقوليش حاجة؟ لا. يا بنتي بصي لي في عينيا. بص أنت بتضحكي، أنت ضحكتك ديت عكس الدنيا اللي مقلوبة عليك. طب أنا لما بقول لك إن الدنيا مقلوبة تعليقك إيه؟ يعني بقول لك إنه في محطة كبيرة، دي محطة إنجليزي على فكرة في إنجلترا، بلد اسمها إنجلترا، وقلبين الدنيا بيدوروا على زبيدة، تقولي لهم ايه؟ انا موجودة يعني ما اتحبستش. طب لما جم دلوقتي خدوكم البيت عشان يسألوكي انت اتحبستي ولا اتحبستيش، هل اي حد عاملك وحش؟ لا. بصيلي في عينيا، هل في حد هددك انه هيأذي امك مثلا؟ لا خالص. حضرتك اتعرفت عليها ازاي؟
بعد المظاهرة كان عندهم مشكلة كده وكنا دخلنا نحلها يعني زي قاعد حق عرب كده وخلصناها وتعرفت عليها بس كده بس وقررتوا تتجوزوا. اه طب انت تعليقك ايه لما تعرف ان مراتك الدنيا كلها دلوقتي بتدور عليها ومش لاقيها؟ محدش كلمك خالص في الموضوع؟ لا معرفش غير امبارح لما البوليس قال لك. اه هل انت لغايه دلوقتي متعاطف مع الاخوان؟ ما تخافش، ما في ناس متعاطفه، انت حر. اصل التقرير اللي اتعمل ما اتقالش اذا كنتوا انتوا اخوان ولا مش اخوان، ما عادي عندنا في البلد ناس كتير اخوان. انا ليا ناس اصحابي اخوان عادي. احنا لنا اصحابنا برضه اخوان بس خلاص يعني العلاقه ما فيش علاقه دلوقتي. ما فيش علاقه. زبيدة هل انت بتنزلي لغايه دلوقتي؟ انا فهمت انه زمان كنتوا بتنزلوا في الوقفات اللي هي بتاعت يوم الجمعه دي، هل انت بتنزلي لغايه دلوقتي؟ لا ما بنزلش. ليه ما بتنزليش؟ خلاص بقى اتجوزت ومعايا ابني. هنزل ليه؟ زبيدة انت محدش كهربك خالص. لا. انت عارفه البلد مقلوبه قد ايه والدنيا كلها مقلوبه قد ايه ولا لا؟ انت مش حاسه، مش واخده بالك. لا. انت بتتابعي السياسه في البلد؟ انت عارفه انه القنوات بتاعت الاخوان وكده بيدوروا عليك عشان تطلعي تتكلمي فيها؟ طب انت عارفه ان والدتك طلعت في قناه من قنوات الاخوان من سنه وقالت ان انت اتخطبتي وتعذبتي؟ لا. عارفه دي؟ عارفه. حلو. لما عرفت ان هي قالت كده ما كلمتيهاش؟ قلت لها ياما انا ما عملتش، انت ليه بتقولي؟ حصل بينكم حوار زي ده؟ لا ما بتكلمش معاها. يعني كل الدوشه اللي معموله دي عشان انت بتخانق مع امك بس؟ حضرتك بتشتغل ايه يا فندم؟ انا مدرب كره قدم. فريق ايه؟ مطابع. مطابع؟ انت مدرب بتاع فريق مطابع؟ وهل في اي حد بيضايقك في شغلك ان انت اخوانجي او؟ لا هل انت بتشارك في اي مسيرات او اي انشطه او اي تبرعات؟ طب وحمزه هيطلع اخوانجي ولا هيطلع؟ لا مش هيطلع يا اخويا. ليه؟ هيطلع لعمرو اديب. لا يا راجل عمرو اديب ايه؟ لا اخوان بيكرهوا عمرو اديب جدا. لا هيطلع لعمرو اديب ازاي؟ لا ممكن احاول اضغط عليك شويه واسالك، انت عندك اخوات؟ اه عندي. حلو. طب اخواتك دول ما بيسالوش عليكي؟ ما اكيد بيسالوا. طب ويعرفوا انك متجوزه؟ لا. برضو؟ اتفضل. هو واحد بس عارف. واحد بس عارف؟ اه. انها متجوزه. ايوه. طب ليه ما بيهديش امك ويقول لها على فكره انا عارف اختي فين؟ مش عارف. وثيقه الزواج ديت من مارس صح؟ امك بتقول ان انت مختفيه من ابريل، فهو يبقى فعلا السنه اللي هي بتتكلم عليها هي السنه بتاعت الجواز. اه. عم سعيد ما حاولتش طول السنه ديت ان انت تكلم الست تقول لها على فكره انا متجوز بنتك؟ لا انا حاولت مع اخويا قال لي مش وقته، يعني استنى شويه الظروف تتعدى وانا هكلمه. قلت له يا ابني كده مش هينفع، عشان انا كنت خدتها حتى تبقى عايشه بحريتها المفروض تكلم. فقال لي بس خليها لوقتها وانا هتكلم معاها. طب حضرتك عندك اي توقع ايه السبب ان هم مش عايزين يقولوا لامها ان هي متجوزه حضرتك؟ ما انا شايفك كسيب وراجل عندك عماره وبتشتغل وانت مبسوطه مع الراجل ده؟ يا مبسوطه. ومخلفه منه عيل اهو. طب ما حاولتش تعرف ايه السبب؟ او انت راجل كبير يعني انت اكبر منها في السن المفروض تقوم بحاجه زي دي. يعني الله اعلم بقى بالاسباب ساعتها. اسباب. زبيدة لو عايزه تقولي حاجه لامك دلوقتي وهي شايفك عشان تقولي لها ايه؟ هقول لها ما تزعليش وتسامحني. وتسامحك. هل عايزه تقولي لها ان انت سليمه وما فيهاش؟ لو النبي ما تعيطيش الله يخليك. عايزه تقولي لها انك سليمه وما فيهاش اي حاجه عشان هي ما تخافش، لو سمحتي قولي لها. انا ما فيش اي حاجه وكويسه. طب لو هي حابه تيجي تزورك او كده، خلاص احنا عارفين انت ساكنه فين، هي تيجي تزورك ينفع؟ لو هي ترضى تيجي. انت خايفه على امك؟ اكيد، ما هي والدتي. انت عارفه انها ممكن يبقى عندها مشكله ان هي كده عملت بلاغ كاذب. عارفه. انت عارفه الكلام؟ طب لو في حد في القانون او في الدوله تحب تقولي له حاجه عن امك ان هو يعني يفهم ان هي الست كانت
بتدور عليكي او هي معذور. كل اللي عملته ده عشان ما كانتش تعرف عني حاجة، وغصب عنها اكيد لو كانت عارفة مكاني ما كانتش عملت كده. ممكن تحكي لي على ال4 شهور بتوعك اللي في السجن؟ كنت قاعدة مع مين؟ بتاكلي ايه؟ بتعملي ايه؟ كنا قاعدين، كانوا حاطيننا مع اللي هم الاخوان، كنا قاعدين مع بعض في اوضه واحده. مع بتوع الاخوان. اه انت ليه دايما ما بتتكلمي مع على الاخوان، تتكلمي بس على انه يعني ناس تانية انت ما بتنتميش ليهم، انت مالكيش دعوه بيهم؟ ما انا مش من الاخوان مش من الاخوان ولا امك؟ ولا ام. طيب في ال4 شهور دول كانوا بيقولوا لك ايه؟ اللي هم الستات بتوع الاخوان، انت قاعده في سجن النساء واللي قاعدين معاك في العنبر كلهم اخوات زي ما بيقولوا عليهم. ما كانوش بيقولوا حاجة، كنا بنقعد نصلي ونقرأ قرآن بس. انما ال4 شهور دول وقبلهم وبعدهم مفيش عسكري شرطه او ضابط شرطه لمسك؟ لا مفيش ضابط شرطه او عسكري شرطه لمسك. طب بعد ما طلعت من السجن قابلتي امك؟ اه حلو، قلت لها ايه؟ ما قلت لهاش حاجة. لا قلت يعني مثلا هي سالتك يا بنتي انت كويسه؟ حد ضايقك؟ حد جايز مثلا انت قلت لها في الوقت ده انه في حد اتحرش بيا، في حد ضايقني، في حد مد ايده عليا، في حد لا كهربني؟ قلت لها كويسة، قالت لي انت عامله، قلت لها كويسة الحمد لله. وهي قالت لك انه ما حدش قرب لها هي كمان؟ ما هي كانت في السجن كمان. اه انما ما قالتلكيش انه اي حد عذبها او تعرض لها او كهربها لا ما قالت ليش خالص؟ خالص. وبعد ما خرجتوا من السجن واتقابلتوا قعدتوا مع بعض قد ايه؟ يعني قعدتوا تشوفوا بعض قد ايه؟ ما انا كنت قاعدة معاها بعد ما خرجنا من السجن، وكنا قاعدين مع بعض. هاي ما قالتلكيش مثلا عايز اخدك اكشف عليكي اطمن عليكي ولا اي حاجة؟ لا تفسيرك ايه؟ انت راجل كبير وسنك كبير، تفسيرك ايه للي انت بتسمعه؟ يعني هو تفسير ما الله اعلم بها، هي بقى نيتها ايه يعني الله اعلم. زبيدة، هل ممكن امك من حبها للاخوان تكون حابة انها يعني تبين انه البوليس او الحكومة بتعذب الناس؟ هل هي انت تعرفي امك كويس، هل هي ممكن توصل لده ولا هي عشان خايفة عليكي؟ ممكن يكون عشان خايفة علي، انما مش عشان بتحب الاخوان. لا زبيدة، انا هسألك للمرة الرابعة والخامسة والستة، اللي انت بتقوليه ده في اي ضغط عليكي؟ لا يا حاج، في اي ضغط عليكم؟ لا لا، قول وانا هقول. انا بقول لحضرتك لا لا ما فيش حاجة. اي حد قالك هضر اي حد من عيلتك لو اتكلمتي؟ لا ما حدش قال لي حاجة. انت شايفة اي حد هنا بيخوفك؟ لا. اي حد في الاستوديو ده بيخوفك؟ لو امك كلمتك بعد الحلقه دي اللي هتتذاع النهارده هتقولي لها ايه؟ هقول لها ان انا عايزه اشوفها. وهتقولي لها ان انت ما فيكيش حاجه وسليمه وامن؟ هطمنها عليا. معلش يا حاج، سؤال هيبان بايخ قوي، هو العماره بتاعتك دي البيت اصل، معلش الناس مش مصدقه البيت متاسس وعايشين فيه وقاعدين لحد يقول لك اصل ده ايه حاجه كده عنوان معمول ولا حاجه؟ لا موجود البيت، وفي بيت تاني. وفي بيت تاني؟ اه ان شاء الله هنبقى فيه النهارده او بكره غير البيت ده كمان. اه يعني مستقرين جدا. آه. يعني بتعملوا بيت اخر؟ مفيش اي حد في الشارع ضايقك؟ مفيش اي حد ضايقكوا؟ مفيش حد قال لكم مثلا في مشكله او في اي حاجه؟ لا مفيش حد قال لنا حاجه. محمد سعيد، انت مش مستغرب زي مستغرب؟ يعني انت كنت متوقع ان فيهم؟ انت اكيد راجل حياتك هاديه وبتدرب نادي المطابع، ما كنتش متخيل انه فجاه مراتك تبقى في البي بي سي يعني؟ لا طبعا. زبيده، انت كنت ممكن تتخيل ان اسمك يبقى في العالم كله كده؟ العالم كله بيدور عليك دلوقتي، انت عارفه ان الليله دي ناس كتير هتاخد الكلام ده وتحطه في العالم انه لقوا زبيده؟ مش عارف. انت عارفه يعني ايه اختفاء قصري؟ لا. تعرفيش الكلمة دي يعني ايه؟ تعرف يعني ايه اختفاء قصري؟ لو عايزة توجهي كلمة للناس اللي بتتفرج عليك دلوقتي تقولي لهم ايه؟
اقول له انا كويسه وما اتحبستش وعايشه حياتي تمام. انت بتشجعني ادي المطابع؟ عارفه لما بتضحكي بت 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 بتديني رساله انه الحاجه مش زي ما الناس متخيلها. وانت طول الوقت اكيد انت شكلك ست بتضحك يعني طول الوقت وليكي علاقات مع جيرانك والشارع اللي انت فيه وكده. لا دمها خفيف ولا نكديه زي كل سنه؟ لا طبعا مفيش اي مشاكل. زبيده ممكن اطلب منك طلب انه لما امك تكلمك تردي عليها؟ او حاولي انت تكلميها، انت عارفه تليفونها ولا لا؟ ما تعرفيش تليفون امك؟ لا. امك عندها تليفون طيب؟ اه. طب وليه ما تعرفيش تليفون امك؟ مش عارفه. يعني مش حافظاها مش حافظاها. طب عايز تقول لحماتك حاجه وهي بتتفرج عليها؟ أقول ربنا يهديها. ولو جت تزوركم انتوا ما عندكش مشكله؟ لا عادي. بس بالادب. بالادب؟ اه. لا رساله واضحه كده، احب انا الرجاله الشديده. نفسك ابنك يطلع ايه؟ يطلع اي حاجه. اي حاجه زي ايه؟ ما اي حاجه كويسه. طب عايزاه يمشي في مسيرات ومزوارات كده ولا عايزاه لا لا. اما كنتوا بتمشوا في المسيرات ديت كنتوا بتتعاملوا مع مين؟ يعني مين كان بيقول لك انزلوا المظاهره او يعني مثلا بتاعت عبد المنعم رياض دي، مين قال لكم تروحوا عبد المنعم رياض؟ هم كانوا جايبين في التلفزيون ان في مظاهره نازله عند عبد المنعم رياض. حلو، وبعدين؟ وبعدين نزلت انا ووالدتي. نزلتوا ليه؟ نزلنا عشان نشارك مع الناس. ليه؟ عادي. لا ايوه انتوا يعني دلوقتي انا دلوقتي لو حد قال لي ان في مظاهره في عبد المنعم رياض يا انا حابب الناس ديت فعايز اروح اقف معاهم يا انا مش يعني ايه اللي بينزلكم؟ ما انا قلت لك ان هي متعاطفه معاها. متعاطفه. هل حد كان في حد بيتصل بيها انها تنزل؟ لا. وهي لما كانت بتقول لك تعالي يلا يا زبيده ننزل المزارع كنت تقولي لها ايه؟ كنت بروح معاها. هل كانت بتديكي فلوس او حاجه؟ مفيش فلوس وانت نازله مزارع؟ لا. كده ناشف يعني؟ هل في اي مزارع حد ضربك او اعتدى عليكي؟ لا. في المظاهرات هل انت كنت موجوده في اعتصام النهضه؟ لا كنت موجوده. كنت موجوده في النهضه؟ قعدتي قد ايه في النهضه في الاعتصام؟ قعدت تقريبا 10 ايام. 10 ايام اكل وشرب ونوم؟ اه. وامك كانت معاكي؟ والدتي كانت معايا. هم ال 10 ايام الاخرانيين ولا في الاول؟ لا في الاول. وبعد كده مشيتوا. طب هي قالت لك احنا ليه رايحين الاعتصام بتاع النهضه؟ كنا متعاطفين معاهم ونازلين نشارك معاهم عشان حال البلد تصلح وكده. انت شايفه حال البلد ازاي دلوقتي؟ بصراحه زي ما انت قولي اللي انت عايزاه. لا مش شايفه حاجه. مش شايفه. يا حاج مبسوط؟ في حاجه مضايقاك؟ قولوا يا جماعه اتكلموا بحريه، قول اللي انت عايزه. لو في حاجه مضايقاك ايه اللي مضايقك؟ لو في حاجه مضايقانا هتبان علينا صح؟ هيبان عليكم. اي خلاص. ما هو انتوا يعني بتمثلوا تمثيل جبار يعني جايبينكم بقى من الشركات الكبيره بتاع التمثيل، انتوا بتتكلموا بجد؟ بتكلم بجد. طب الاسعار مضايقاكي ولا هو بيديك فلوس كويسه؟ لا هو اللي بيجيب الاكل من بره. هو اللي بيجيب الحاجه. وانت بتعرفي تطبخي كويس؟ اه. طيب في نهايه الحوار ممكن مره تانية اسالك هل في اي حد ضايقك؟ لا. هل في اي حد ضربك؟ هل في اي حد غصبك انك تقولي اي كلام؟ لا. طب ولو طلعتي بعد كده بعد سنه او اتنين يعني انت دلوقتي بتقولي انك بتقولي الحقيقه كل الحقيقه. حاج سعيد كل الحقيقه. حمزه ربنا يخليلكوا الولد. وارجو ان انت تعرفي ان امك ما لو كانت اخوانجيه مش عارف ايه هي امك. ولازم تاخدي بالك من امك. ويا ريت يعني الامور تتصلح بينكم ان شاء الله. بس انت مش عارفه ان الدنيا مقلوبه عشانك؟ لا. احسن والله مريحه دماغك. انت ما اديك عرفت ان الدنيا مقلوبه، هتعيش ازاي بقى الايام الجايه دي؟ عادي عادي. ربنا معاكم. ربنا يخليك. شكرا لك. دي زبيده فتاه البي بي سي، العالم كله بره مصر وجوه مصر بيدور عليها لان التقرير اتعمل بالانجليزي. فامها طلعت قالت انها مختفيه اختفاء قسري. اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي
دي اقوال زبيدة وجوز زبيدة، وزبيدة مخلفة طفل من 15 يوم، يعني كانت حامل ومخلفة، وساكنين في فيصل في شارع المنشية في عمارة ملكهم، وبقالهم شهر سنة متجوزين. وادي وثيقة الزواج هتبقى تطلع لحضراتكم لما نعمل لها يعني سكان وتبقى موجودة معاكم. دي قصة زبيدة، هي دي كل المعلومات اللي عندنا. وهو طبعا يعني الأمر يعود لحضراتكم ان انتوا تشوفوا الحقيقة ايه وايه